بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحباء الطلبة، أهلا وسهلا فيكم في حصة التأسيس الخامسة لمادة اللغة العربية. وحكينا أنه هذا التأسيس للصف التاسع والعاشر والأول ثانوي والتوجيهي، وكذلك من أجل امتحان الكفاءة في الجامعات. الآن في الحصة الخامسة هاي بإذن الله عز وجل راحين نبتدئ في الجملة الإسمية. الجملة الإسمية هي عبارة مكونة من مبتدأ وخبر، أو اسم كان وخبر كان وأخواتها، أو اسم إن وخبر إن وأخواتها. طيب، نيجي للجملة الإسمية. أولا المبتدأ والخبر. ما هو المبتدأ؟ هو الاسم الذي نتحدث عنه في الجملة الإسمية، أي الاسم الذي يكون موضوع الكلام أو محوره فيها، ولا بد أن يكون معرفة، لابد أن يكون معرف، لازم يكون معرفة، إما علم أو اسم إشارة أو اسم موصول أو معرف بأل أو معرف بالإضافة، لازم يكون معرفة إلا في بعض الحالات. ويستحيل أن يأتي بصورة جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة. يعني المبتدأ مستحيل أنك تحكي والله الجملة الفعلية في محل رفع مبتدأ، أو الجملة الاسمية في محل رفع مبتدأ، أو شبه الجملة في محل رفع مبتدأ. هذا الحكي مستحيل، مش موجود في اللغة. وحكمه الرفع، دائما المبتدأ مرفوع دائما. مشان تفهموا شو هو المبتدأ، المبتدأ يعني نفترض انه هي جملة، نفترض افتراض بدايتها بلشت باسم. ما دام الجملة البداية كانت اسم، اذا هي جملة اسمية. وهذا هو المبتدأ، هو محور الكلام، يعني هو اللي بدنا نحكي عنه، هو المخصوص بالكلام. يعني مثلا لو اجيت حكيت محمود وسكتت، محمود ماله، لاحظ، هو محور الكلام، هو اللي بدنا نحكي عنه. شو بدنا نحكي عنه؟ محمود مجتهد. حكت عن مين؟ عن محمود. إذن محمود هو محور الكلام، واسم أجا بداية الجملة. طيب الخبر هو العنصر أو الجزء الذي نتحدث به عن المبتدأ، وبه يتم معنى الجملة. وإذا كان خبرا مفردا، أي ليس جملة فعلية أو شبه جملة، فلا بد أن يكون نكرة. الخبر إذا ما كان جملة فعلية أو جملة اسمية، ممكن يجي الخبر جملة فعلية أو جملة اسمية أو شبه جملة، ممكن. إذا كان الخبر اسم مفرد ليس جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة، يجب أن يكون نكرة، لازم يكون نكرة. يعني شوف، أجيت حكيت لك شوف محمود مجتهد، عن مين حكيت؟ حكيت عن محمود. لاحظ، أجا معرفة، علم. إذن هذا بده يكون المبتدأ. طب شو حكيت عنه؟ حكيت عنه مجتهد، تم معنى الجملة، الجملة اكتملت، محمود مجتهد، الجملة اكتملت. لاحظ، أجا نكرة، وهو اللي تحدث عن محمود. إذن خبر، الخبر إذا كان اسم مفرد يجب أن يكون نكرة، مستحيل يكون معرفة. يعني لو أجيت إحنا حكينا، محمود المجتهد، طب إحنا اتفقنا أنه هذا مبتدأ. طب بالله عليك، لو أنت حكيت محمود المجتهد، بعدك بتسأل ماله؟ لاحظ، الجملة ما اكتملت. لكن لو أجينا حكينا محمود المجتهد محبوب، هاي اللي كملت الجملة، هاي اللي حكت عن محمود. شو حكينا عنه؟ محبوب، هاي الخبر. وهذا طيب أستاذ، هاي شو بدها تكون؟ هاي بدها تكون نعت، وبقدر أستغني عنها، بقدر أقول محمود محبوب، بقدر أحكي محمود محبوب بدون المجتهد. طيب، وحكم الخبر الرفع زي المبتدأ، المبتدأ مرفوع والخبر ماله مرفوع. الكتاب صديق، عن مين حكينا؟ حكينا عن الكتاب،
لاحظ أجا معرفة، إذن هذا مبتدأ وهي اسم بداية الجملة. شو حكينا عنه؟ صديق، هي الخبر، لأنه معنى الجملة اكتمل. الحياة إشراقة أمل، حكينا عن الحياة مبتدأ، شو حكينا عنها؟ إشراقة، هي الخبر. محمد عليه السلام خاتم الأنبياء، عن مين حكينا؟ عن محمد، هي اسم بداية الجملة مبتدأ. شو حكينا عنه؟ خاتم الأنبياء، هي الخبر. هاي جملة معترضة، جملة معترضة. هاي إعداد الدروس سبيل النجاح، عن مين حكينا؟ عن عن إعداد، هي المبتدأ. وأجا معرفة، أستاذ كيف أجا معرفة؟ معرف بالإضافة، معرف بالإضافة، لأنه الدروس مضاف، الدروس مضاف إليه مجرور. المعرفة، المعرفة أولادي وبناتي، المعرفة ممكن يكون علم أو معرف بأل أو معرف بالإضافة، معرف بالإضافة زي هذا المثال، زي هذا المثال، أو أسماء إشارة، أو أسماء موصولة، أو ضمائر رفع منفصلة إلى آخره. هاي من صور المعرفة، هاي من صور المعرفة، في كمان صور غيرها. طيب إعداد الدروس شو حكينا عنها؟ سبيل النجاح، هاي الخبر، هذا هو الخبر، هذا هو إيش؟ الخبر. صور المبتدأ، يعني المبتدأ ممكن بأي صور يجي. المصدر المؤول، شو هو المصدر المؤول؟ هو عبارة عن أن زائد فعل مضارع، أن تفعل الخير تحمد عليه، هيو هي المصدر المؤول، هيو هيو هيو. وأجى بداية الجملة، وأجى بداية الجملة، هيو المصدر المؤول، أن تفعل يؤول بمصدره الصريح فعلك. فلو قلنا فعلك الخير تحمد عليه، شو إعراب فعلك؟ إعرابها مبتدأ، شو إعرابها مبتدأ. ما دام المصدر الصريح إعرابه مبتدأ، إذن المصدر المؤول، إذن المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ. يعني مثال، مثال أعطيك إياه مشان تفهمها كويس. دراستك باجتهاد مثلا مطلوبة، دراستك باجتهاد مطلوبة، شو إعراب دراستك؟ مبتدأ. طيب حولها لمصدر مؤول، أن تدرس، أن تدرس باجتهاد مطلوب، هذا المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ، في محل رفع إيش؟ مبتدأ. طيب أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام، إحنا بهمنا مين؟ بهمنا من وما وأي، من وما وأي وكم. هاي ممكن نعربها مبتدأ، ممكن نعربها مبتدأ إذا بشروط، إذا تبعها اسم، أو إذا تبعها شبه جملة، أو إذا تبعها فعل لازم، أو إذا تبعها فعل متعد استوفى مفعوله، فعل متعد استوفى مفعوله، أو اسم، أو شبه جملة، أو فعل لازم. طيب شو من ساعدك في الدراسة؟ هي من، وأجا وراها فعل متعد استوفى مفعوله، هي الفعل، هي الفعل، وهي المفعول به، هيو الكاف اللي اخذناها قبل شوي، هي المفعول به. شو يعني استوفى مفعوله؟ استوفى مفعوله يعني المفعول به موجود في الجمله، المفعول به موجود في الجمله. ما اسم زميل، ما اسم زميلك؟ هي الماء، وهي اجى وراها اسم. مدام شوف، هي عندي اسماء استفهام، مدام اجى وراها فعل متعدي، متعدي استوفى مفعولة، أو أجا وراها اسم،
بتكون أسماء الاستفهام في محل رفع مبتدأ. هي أسماء الاستفهام لها الصدارة. شو يعني لها الصدارة؟ يعني بتيجي في بداية الجملة. منما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. احنا ما بدنا نغوص كثير في قضية فعل متعدي استوفى مفعولة او لم يستوفى مفعولة. هاي الها يعني حيز كبير. احنا الان داخلين في التأسيس. اسماء الشرط. اولا بهمنا في اسماء الشرط من وما ومهما وأي. طب أستاذ في عندي من وما أجت أسماء استفهام، طب كيف أميزها بين أسماء الشرط؟ ممتاز. أسماء الشرط هاي بعدها فعلان. لازم يجي وراها فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط، لازم عشان تكون أسماء شرط. من يسافر تتوسع ثقافته. لاحظ هي فعل الشرط، هي فعل الشرط، وهي جواب الشرط. ما تنجزه فقدمه لنا، هي فعل الشرط وهي جواب الشرط، هي جواب الشرط. إذن ما ومن أي البلاد تحبها فزرها، هي فعل الشرط وهي جواب الشرط. إذن هذول الثلاثة مبتدأ. شو بدي أحكي له؟ بحكي له من وما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع إيش؟ مبتدأ. أي اسم شرط جازم مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. وهو إيش؟ مضاف. إذا أخذنا إحنا هسا من صور المبتدأ، أخذنا المصدر المعول وأخذنا أسماء الاستفهام وأسماء الشرط. ضمائر الرفع المنفصلة. شو هي ضمائر الرفع المنفصلة؟ 12. هيهم 12. أنا وأنت وأنت وأنتما وأنتم أنتن نحن هو هي هما هم هن. هذه ضمائر الرفع المنفصلة. هذول الضمائر على الأغلب بنسبة 95% دائما إعرابها مبتدأ، دائما إعرابها مبتدأ، وهي دائما مرفوعة. هو صادق، أنتم محافظون، نحن مرتاحون. شايف ضمائر الرفع المنفصلة حكمها الرفع دائما. هيو هو وأنتم ونحن اللي أخذناه في الأمثلة ضمير منفصل مبني في محل رفع إيش؟ مبتدأ. في محل رفع مبتدأ. اسم الإشارة. شو هي أسماء الإشارة؟ اللي هي هذا وذلك وتلك وأولئك. هاي تعرب حسب موقعها، تعرب حسب موقعها. ممكن يجي إعرابها فاعل، مفعول به، اسم مجرور إلى آخره. لكن إذا جاءت بداية الجملة تعرب مبتدأ. إذن أسماء الإشارة تعرب حسب موقعها، لكن إذا أجت بداية الجملة فهي تعرب مبتدأ. هاتان مجتهدتان. هيو هذا شارد الفكر. هيو أسماء الإشارة تعرب حسب موقعها من الجملة. هاتان مبتدأ مرفوع بالألف لأنه من ملحقات المثنى. هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. إذن أسماء الإشارة تعرب حسب موقعها، لكن إذا كانت بداية الجملة زي ما اتفقنا فهي إيش؟ تعرب مبتدأ إذا كانت بداية الجملة. طيب الأسماء الموصولة. شو هي الأسماء الموصولة؟
الذي والتي والذين واللواتي. كمان كمان الأسماء الموصولة تعرب حسب موقعها، ممكن تيجي فاعل مفعول به، اسم مجرور، اسم كان، إلى آخره. لكن إذا أجت بداية الجملة، إذا جاءت بداية الجملة فهي تعرب مبتدأ. كمان هيو اللذان يعملان، هيو اللواتي يصلن، هيو هيو الأسماء الموصولة تعرب حسب موقعها من الجملة، لكن إذا أجت في البداية شو بكون إعرابها؟ مبتدأ. هيو اللذان مبتدأ مرفوع بالألف لأنه من ملحق بالمثنى، اللواتي اسم موصول مبني في محل رفع إيش؟ مبتدأ. ما التعجبية؟ ما التعجبية دائما بتيجي على وزن ما أفعله، ما أفعله، زي ما أجمل، ما أبعد، ما أسوأ، ما أسهل. وما التعجبية دائما إعرابها مبتدأ ثابت، إعرابها مبتدأ ثابت. هي ما أعظم الصدقة، هي على وزن ما أفعله، وهي ما التعجبية. ما أروعه، هي على وزن ما أفعله، وهي ما التعجبية. هيها ما التعجبية لها الصدارة من الجملة، يعني بتيجي بداية الجملة دائما. وحكينا إعرابها ثابت، إعرابها ثابت. هيو ما تعجبية مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. هسا بدنا ناخذ أنواع الخبر، بدنا ناخذ أنواع الخبر. الخبر المفرد، شو المقصود بالخبر المفرد؟ المقصود بذلك أنه ليس جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة، سواء كان مفردا أو مثنى أو جمع. لما نحكي خبر مفرد يعني مش جملة اسمية ولا جملة فعلية ولا شبه جملة. شوف الوفد حاضر، عن مين حكينا؟ عن الوفد والوفدان والمدراء. هذا مبتدأ مرفوع بالضمة، مبتدأ مرفوع بالضمة. هذا مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى، هذا مبتدأ مرفوع بالضمة. طيب شو حكينا عن الوفد؟ حاضر. شو حكينا عن الوفدان؟ حاضران. شو حكينا عن المدراء؟ حاضرون. هذول الثلاث خبر، هذول الثلاث إيش؟ خبر. هاي إعرابهم، إعرابهم بده يكون حاضر حاضر، بده يكون خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. حاضران خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى. حاضرون شو بده يكون إعرابها؟ خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب الخبر جملة اسمية. شو يعني الخبر جملة اسمية؟ يعني الخبر مكون من مبتدأ ثاني وخبر. بتعرف شو معناتها هاي؟ اسوي لك اياها. بيكون عندي اسم وراء اسم وراء كمان احتمال اسم. هذا الاسم الاول بيكون مبتدأ اول، هذا مبتدأ ثاني، هذا خبر المبتدأ الثاني. والجملة الاسمية هاي كلها، هاي خبر المبتدأ الأول. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. مثال: القدس جبالها شامخة. لاحظ هاي اسم أول، اسم ثاني، اسمها شوف شوف شوف. القدس شو إعرابها؟ ركز معاي. القدس مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. طب شو إعراب جبالها؟ مستحيل يكون إعرابها خبر، لأنه الخبر بده يتمم الجملة. يعني لما أجيت حكيت لك القدس جبالها سكتت، بدك تقول لي مال جبالها. طب شو إعراب جبالها؟ مبتدأ ثاني. طب شو اللي أكد لي أنها مبتدأ ثاني؟ اللي أكد لي أنها مبتدأ ثاني في عندي ضمير، هيو هيو هيو، عائد عمين على المبتدأ الأول.
في عندي ضمير عائد على المبتدأ الأول. إذن جبال مبتدأ ثاني مرفوع بالضمة الظاهر على آخره، وهو إيش؟ وهو مضاف، والضمير المتصل، والضمير المتصل في محل جر مضاف إليه. طب شامخة شو بده يكون إعراب شامخة؟ شامخة خبر المبتدأ الثاني، خبر المبتدأ إيش؟ الثاني مرفوع بالضم الظاهر على آخره. طيب وين خبر المبتدأ الأول؟ وين خبر المبتدأ الأول؟ هاي خبر المبتدأ الأول، هيو هيو. الجملة الإسمية جبالها شامخة في محل رفع، في محل رفع المبتدأ الأول القدس. مثال نفس الإعراب، مثال مثلا الكتاب، الكتاب أوراقه كثيرة، مبتدأ أول، مبتدأ ثاني، وهي الضمير عائد على المبتدأ الأول، خبر المبتدأ الثاني، والجملة الإسمية كلها في محل رفع خبر المبتدأ الأول. هيو، كيف عرفنا أن هناك مبتدأ ثاني؟ إذا جاء بعد المبتدأ اسم اتصل به ضمير عائد على المبتدأ فهو مبتدأ ثاني، زي ما أخذنا هسا علمتكم عليها. الخبر جملة فعلية، يعني الخبر هون بده يجي فعل وفاعل. المعلم مبتدأ، طيب يشرح، ركز معي، يشرح فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهر على آخره. ارجع لإعراب الفعل المضارع في الحصص السابقة. الفاعل، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. الدرس مفعول به منصوب بالفتحة الظاهر على آخره. طيب وين وين الخبر يا أستاذ؟ وين خبر المبتدأ؟ هاي خبر المبتدأ، هيو الجملة الفعلية، هيو باجي بحكي له بعد ما أعربت هيك، بحكي له الجملة الفعلية يشرح الدرس في محل رفع خبر المبتدأ. طيب الخبر شبه جملة جر ومجرور. البضاعة في المستودع، البضاعة اسم أجا بداية الجملة، إذن مبتدأ، مبتدأ مرفوع في حرف جر. المستودع اسم مجرور بالكسرة، اسم مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. طب وين الخبر؟ الخبر هيو، الخبر هيو، هاي الخبر شبه الجملة، شبه الجملة في المستودع، شبه الجملة في المستودع في محل رفع خبر المبتدأ. الخبر شبه جملة ظرفية، شو يعني شبه جملة ظرفية؟ يعني عندي ظرف زائد مضاف إليه. طيب الطائر فوق الغصن، الطائر اسم أجى بداية الجملة، مبتدأ مرفوع، مبتدأ مرفوع فوق ظرف مكان منصوب بالفتح الظاهر على آخره، وهو إيش؟ وهو مضاف. الغصن مضاف إليه
مجرور بالكسر الظاهر على آخره. طب أستاذ وين الخبر؟ أحكي لك بسيطة، هاي الخبر شبه الجملة الظرفية، بحكي له شبه الجملة الظرفية فوق الغصن في محل رفع خبر المبتدأ ملاحظة. على فكرة هذا درس كبير واسع، لكن أنا بتعطيكم عليه ملاحظة صغيرة. يتأخر المبتدأ وجوبا إذا كان نكرة والخبر شبه جملة. إحنا شو أخذنا في بداية المبتدأ والخبر؟ إنه المبتدأ لازم يكون معرفة، المبتدأ لازم يكون معرفة، لكن إذا كان المبتدأ نكرة، إذا كان المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة، يجب أن يتأخر المبتدأ. يعني هيو في البيت ضيوف، في البيت هون حرف جر، البيت اسم مجرور، لاحظ في عندي اسم نكرة، هيو اسم نكرة، هذا الاسم النكرة شو بده يكون إعرابه؟ مبتدأ مؤخر مرفوع. طيب وين الخبر؟ الخبر زي ما حكينا، الخبر هيو هيو كلها شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم. إذا نتفق، إذا كان المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة، يجب أن يتأخر المبتدأ ويجب أن يتقدم الخبر. وهيك أحبائي بنكون خلصنا هاي الحصة. إن شاء الله الحصة القادمة رحين نأخذ النواسخ اللي هي كان وأخواتها وإن وأخواتها. يعطيكم العافية أولادي وبناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.